أنا دايما في البانيو زيكم. بانيو إيه يا بنتي؟ أنا خارج، أنا ملبسك عشان نخرج وأنت بتقولي بدي أستحمى. يلا يلا. الجو حر في اللبس ده وعايزة أستحمى. لا يريد الاستحمام، لا 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 لا. البيت مصممة تستحم، أنا هحميها في البتاع دي. يا لولي يا حبيبتي جهزت لك البانيو الحلو الجميل أهو. إيه ده؟ إيه ده؟ ده بتاع العروس. قاعدة أنا هكبره لك دلوقتي وأخليه لك عملاق. يلا. أنا عايزة أستحمى في الحمام يا ماما. لا ده. يلا باي يا ماما. يلا نخش نشاور من جديد الحل ده اللي بابا جايبه. هستحمى وأبنضيف. اصحابي لازم تستحموا عشان تبقى نضاف، الحمام دوت حاجة نظيفة، كل يوم لازم تستحموا عشان احنا في الصيف، وكل يوم لازم تغيروا هدومكم البيجامات بتاعتكم عشان احنا في الصيف. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. تعالوا الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. يلا باي باي.